اولا بنبارك لشركه صله ارتباطها للموسم يعني او فتره جديده مع النادي الاهلي، بنبارك لهم. شركه نجحت في مجال الاستثمار الرياضي في السوق المصريه، بتبذل مجهود قوي، واحنا شايفين وهي بتبذل مجهود قوي في سوق الاستثمار الرياضي في مصر، ان شاء الله بنتمنى لها كل التوفيق مع النادي الاهلي باذن الله. بنبارك لها طبعا على ارتباطها وتوقيع العقد رسميا النهارده، وبنبارك للنادي الاهلي واعضاء الجمعيه وعمال النادي الاهلي وجمهوره على اكبر عقد في تاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نتمنى تكون اربع مواسم جيده للطرفين، لان في الاول وفي الاخر احنا شركاء، في الاول وفي الاخر نجاحنا من نجاح الشركه ونجاح الشركه اللي احنا النادي الاهلي يحصل على بطولاته. النهارده النادي الاهلي زي ما انت شفت كنت معانا من يومين بنكرم 299 بطوله، فطبعا الحمد لله رب العالمين، ربنا يتمها بالخير ان شاء الله باذن الله. انا سعدت جدا اللي كان مشرفني النهارده، يعني في يمكن ما حدش واخد باله المجهود اللي بيتعمل قد ايه للحفاظ على حقوق النادي الاهلي، المجهود اللي بيبذل قد ايه، وسواء برضو الشركه النهارده الشركه ابدت من اللحظه الاولى تمسكها بالنادي الاهلي وارتباطها بالنادي الاهلي، الحمد لله زي ما انتم شفتوا كان في توقيع بشكل جيد الحمد لله. في مجهود حصل في العقد دوت عشان يخرج يعني 8 جلسات فيها نقاش وفيها استفسارات، كان في جلسات بتعدي 9 ساعات وال10 ساعات، الكلام ده كله عشان ما ينقلش غلط للراي العام او حد يخش في، لا الكلام ده كله لصالح النادي الاهلي، الكلام ده كله لصالح الشركه اللي بتشتغل مع النادي الاهلي. النادي الاهلي طالع عن طول الناس كلها عارفه يحترم القانون، يحترم اللوائح المنظمه، ما نخرجش عن النص الحمد لله، عمرنا ما بنخرج عن النص وعمرنا ما هنخرج عن النص الحمد لله رب العالمين. هناك قوانين بتلزمنا، هناك قوانين واحترام للعقود اللي احنا بنوقعها مع اي طرف مهما كان، بنوقع العقود بنحترم كل الاطراف، لان برضو ده اللي بيجبر كل الاطراف اللي تحترمك في عقوداتك. هيبقى في رضا من اعضاء الجمعيه العموميه، هيبقى في رضا من جماهير النادي الاهلي، وفي ان شاء الله باذن الله بالتنسيق معاهم في ان شاء الله مفاجات هتبقى خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. احنا بس بندعو ربنا سبحانه وتعالى ان جماهيرنا ترجع تاني المدرجات بالشكل اللي احنا عايزينه وبالشكل المناسب اللي احنا عايزينه، لان في الاول وفي الاخر الرياضه ما هي الا صناعه واستثمار وتجاره، وبقت النهارده الصناعه الاساسيه في سوق الاستثمار الرياضه والسياحه، صناعتين مش ممكن النهارده نتنازل عنهم. النهارده بدون جماهير يبقى احنا بنقضي على الصناعه دي، احنا زي ما شايفين الناس كلها بتتحرك، احنا عندنا عقد رائع النهارده مضيناه ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمنا باذن الله ونمضي ونوقع العقد بتاع البث التلفزيوني، يبقى انت النهارده وقعت اكبر عقد في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ افريقيا وفي تاريخ الدول العربيه. كل الناس ما تقلقوش، في مجلس اداره برئاسه كابتن محمود الخطيب بيخاف وبيحافظ على حقوق النادي في كافه المجالات، في شركه محترمه تعاقدت مع النادي الاهلي وابدت رغبتها في ذلك وتمسكها، ودي من الحاجه اللي ساعداني انا شخصيا، اللي هم فعلا بيبذلوا اقصى جهد لنجاح التعاقد وبيبذلوا اقصى جهد اللي يبقى فيه تعاون مستمر بيننا وبينهم، فدي بصراحه ربنا حاجه تطمن جدا جدا جدا. بتمنى لهم التوفيق وبتمنى للنادي الاهلي باذن الله البطولات، وان شاء الله يبقى وشهم حلو علينا في افريقيا باذن الله ونكسب افريقيا.